اسفه جدا وسامحني اني بقطع قدسك، بس معانا الانبا مرقص دلوقتي على التليفون. حاول تليفونه. ناخد دورك. نيافه الانبا مرقص. ايوه اهلا بنيافتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل مع نيافتك القمص مرقص، هو سامع نيافتك دلوقتي، اتفضل. نقابل هادي يا سيدنا. اهلا وسهلا، ازيك يا ابونا مرقص؟ بخير يا سيدنا، بصلوات نيافتك، سعداء ان نيافتك تباركنا وتكون معنا. انا اخذ بركه تعيش. تعيش يا سيدنا. يا ريت نسمع تعليق نيافتك على الاحداث. هو احنا نرجو ان ربنا ينهي الثوره دي بالخير، وانا قلت امبارح يا ريت يكون هناك حوار ما بين القياده العسكريه والقياده القيادات الحزبيه وقياده ناس مفكرين مع بعض من شباب الثوره، والحوار ينتهي بقرارات، والقرارات تنفذ بسرعه، لان الشباب عايز سرعه استجابه. ونشكر ربنا ان في حاليا اختاروا رئيس وزراء، وطبعا ربنا يديله حكمه، لان جاي في وقت صعب جدا جدا، ويدي للمجموعه اللي ربنا يرشده ليها يختارها ايضا حكمه ان يقود البلد في هذه الاوقات العصيبه. وانا عرفت دلوقتي من التلفزيون ان اعطي له صلاحيات كبيره، وده كان المفروض يحصل من الاول عشان يقدر يمشي البلد، لكن من غير صلاحيات مش هيقدر يمشي البلد. ولما الشباب هيلاقوا ان في امور ابتدت تمشي صح هينفضوا، ولما ينفضوا تبتدي الامور تتحسن، السياحه تيجي، والشغل يبتدي ينمو شويه بشويه. وبرضه من مهام رئيس الوزراء الجديد اهم نقطتين يركز عليهم جدا جدا، هو الامن في مصر والاقتصاد. لو ركز على دول اكيد مصر هتتغير وتنمو بسرعه شديده جدا جدا. ربنا ان شاء الله يوفقه في هذه المهمه الكبيره، ويوفق الحكومه الجديده في العمل اللي تقوم به من اجل نهضه مصر وامن مصر. وانا واثق ان قداسه البابا حاليا في امريكا بيصلي من اجل سلام مصر، ومن اجل ان يكون مصر مليانه بالامن والامان. وصلوات نيابتك يا سيدنا. ربنا يتمم الامور للخير، وكلنا نصلي من اجل امن مصر، كلنا. امين امين. محتاجين صلوات نيابتك وصحتك وجودك وسينا النهارده يا سيدنا. انا خدت بركه تعيش يا ابونا. صح، حلينا واسكتني يا سيدنا. حلينا الله يحلك، متشكر خالص، سلام. سلام.